السلام عليكم. حبيبي شلونكم؟ عليكم السلام، كيفك يا جدتي؟ يا بعد قلبي يا هلا وغلا والله. الله لا يحرمني شوفتكم هالحلوة هذه اللي أحب. آمين يا رب. لمين جيتي يا جدتي؟ طلبتي سيارة ولا جيتي مع واحد من خوالي؟ ليش جيت مع خالك بدر؟ وليه ما نزل الدكتور يسلم علينا؟ مستعجل، تدري يبي يلحق شغله. مستعجل. مستعجل ولا ما يبي يشوفنا عشان لا نسأل متى تودينا أبها عند أمي؟ وش بلاكم يا عيالي الله يهديكم. يعني ترى ما في إلا الخير يا بعد قلبي، والله ما في شيء يقلق. وبعدين أنتوا عندكم تليفون أمكم، اتصلوا عليها كل يوم، كل ساعة بغيتوا. بس يعني حكاية أنكم تروحون لها وتشغلونها، يعني أحس أنها فكرة مو بزينة. إي والله. أنا بقولكم ليه، يعني أمكم فيها اللي مكفيها، هالمساكينة ذي. يعني حنا كل يوم حاطين يدينا على قلوبنا نقول الله يستر لا يجينا خبر ما يسر. الله يستر إن شاء الله. بس خبر زي إيش؟ ما فهمت. وش خبر إيش؟ خبر معروف يعني، أبو جدتكم الله يشفيه إن شاء الله. آمين. ويقومه. آمين. بالسلامة. آمين. وبعدين أنا عيالي مخليتم بيتي وعيالي في بيتي، وجاي أقعد معكم أشوف طلباتكم. وش لا يكون مقصر عليكم بشيء وأنا ما أدري. لا يا جدتي إيش دعوة، أنت أصلا عمرك ما قصرتي معنا بشيء. يا بعد أهلي أنت. زين حبايبي، أنا بروح أصلي العشاء زين، وبسوي لكم عشاء تقولون عليه واو على قولتكم. واو فعلا واو. الله على الإبداع، الله على التمثيل الأسطوري. جدتك مزنة قمة في الاحتراف والله. ولعبوها خوالي صح وعرفوا مين يختارون للدور. والله أنا خلاص مرة تعبت من هالموضوع. بعدين حتى لو أمك مسافرة صدق، وين المشكلة؟ خليها تسافر، هي حرة. هي أصلاً أكيد خبت علينا عشان أنا أزعجها ونقول لها يوم أخذينا معكم مدري إيش. وانت مين قال لك إني مهتم أعرف وين راحت؟ تروح وين ما تروح. زين الحمد لله، أنت خلاص كذا استسلمت؟ أنا بس أموت وأعرف سافرت مع مين.